بعد أسبوع شاق من العمل، تفضل أغلب الأسر المغربية قضاء نهاية عطلة الأسبوع في مكان هادئ ومريح، وخصوصا في الطبيعة. لذلك تعرف غابة بوسكورة إقبالا كبيرا من جميع شرائح الأعمار، أطفالا كانوا أو كبارا، وتكون فرصة أيضا للاستمتاع بجمال الطبيعة وممارسة التمارين الرياضية، إضافة إلى الابتعاد عن ضغوطات المدينة الصاخبة. الحقيقة أجواء رائعة، وخصوصا في فصل الربيع كيكون الدنيا خضراء والهواء المتنفس. يعني في كازا مدينة ديال التلوث والضوضاء والفوضى، يعني كيجي الواحد كيرتاح شوية بعد أموال الويكاند، كيبدل الهواء، كيبدل الجو، كيسترجع النشاط ديالو. في الحقيقة مزيانة، غير خصها شي شوية ديال لاميناجمون. ما هي راه المساحة ديالها كبيرة والأشجار موجودة، يعني أكسجين متاح هنايا، غير خص شوية ديال لاميناجمون، شي ديال التهيئة وهذا ديال هاد المنطقة. صراحة أول مرة أنا كنجي لهاد الغابة نتاع بوسكورة، وزعما الأجواء هنا مزيانة، الدنيا خضراء هنا، وخصوصا في فصل الربيع. أنا ود المنطقة جبلية، ود مدينة أزرو. الصراحة أنا خصها شوية ديال لاميناجمون كيما قال صاحبي. والأجواء هنا مزيانة، العائلات كتجي، الناس محترمة، الصراحة مزيانة. وتشكل عطلة نهاية الأسبوع فرصة للكثيرين للخروج من روتين العمل والدراسة، رغم عدم توفر فضاءات كثيرة، مما يجعل الغابة والطبيعة خصوصا في فصل الربيع المكان المناسب والملائم للاستمتاع. هنا واحد المنظمة ديال الكشاف المعاصر، كنجيو بوسكورة تقريبا بواحد الوتيرة متناظمة، زعما ديما تقريبا باش نخرجوا الدراري من داك الروتين ديال القراية وفهمتيني والستريس وكذا، ويخرجوا ينشطوا معنا شوية. حنا تقريبا الهدف ديالنا تربوي لهاد المنظمة هذه، وكنجيو لغابة بوسكورة حيت هو الفضاء الوحيد اللي كاين في الدار البيضاء الكبرى اللي تقدر دير فيه أي حاجة. تعتبر إذن عطلة نهاية الأسبوع فرصة للخروج من روتين العمل اليومي وصخب المدينة وضجيج السيارات، إضافة إلى الابتعاد عن كل وسائل الاتصال.